ورحمة الله وبركاته. التواضع صفة كما قلت أخي الحبيب صلاح ينبغي على كل مسلم بل على كل إنسان عاقل أن يتسم به وأن يتصف به. لماذا؟ لأن الإنسان ما دام قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه من المؤهل العقلي الذي يميز من خلاله الإنسان بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ، يعلم ويقطع يقينا بأن الإنسان إذا أراد أن يتكبر فليذكر قول الله سبحانه عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، ثم علق الله سبحانه عز وجل فقال: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن إذا كانت هذه الحقيقة المقررة في أصل وجود الإنسان، فمن العيب على كل متكبر يشعر بهذه الحقيقة ثم يتعالى على الناس يتفاخر بهم. إذا كان هناك مجال للتفاخر والتكبر فإنه يحق لمن اختصهم الله سبحانه عز وجل بالقرب منه. الأنبياء كان من الأحرى والأولى أن يتكبروا، لكن علمنا الأنبياء بأن نتواضع لله سبحانه عز وجل. كلما زادت معرفتنا بالله وعظمته علمنا هواننا نحن في مقابل هذه العظمة التي لا يمكن أن توضع فيما بيننا وبينه مقارنة فيها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صح. فكل ما كان العبد بربه أعلم كان لله سبحانه وتعالى على خلقه أهون. لذلك قال الله سبحانه عز وجل وهو يصف عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن، أول صفة، الذين يمشون على الأرض هونا. الذين يمشون على الأرض هونا، المشي على الأرض هونا بتواضع، لا يختالون ولا يتكبرون عن الخلق أو على الخلق. صح. لقمان الحكيم لما أراد أن ينصح ولده قال: يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك للناس، يعني تصعير الخد أن الإنسان إذا أراد أن يخاطبك حولت وجهك عنه وكأنك تسمع من طرف أو من أذن، من طرف خفي، ترى من طرف خفي، كما هو حال أهل النار يوم القيامة. المتكبرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر، ربما مشيت أخي الحبيب صلاح في بلادك، يعني في مناطق ريفية، صح، قلبت الحجر فوجدت تحت الحجر مجموعة أو عددا كبيرا من النمل عنده بيض صغير، ذلك هو الذر. لماذا يحشرهم الله سبحانه عز وجل صغارا على هذا الحال؟ لأنهم كانوا يرون بأن الدوس على أعناق الناس شمة العظماء، وهذا خطأ كبير. فإن يكن للناس شرف يفاخرون به فالطين والماء، الناس من جهة الأنساب أكفاء، الأب آدم والأم حواء.